أسرة الصحافة والإعلام مدينة طنجة تحتفي بواحد من أفرادها ومن العائلة ديالها الكبيرة السي محمد السيتو اللي نال وحاز بكل استحقاق وبكل جدارة جائزة أدبية عربية في الصحافة الرقمية، ولكن هو الأدب الرقمي والأدب الإلكتروني اللي هو رهان المستقبل، كما هي الصحافة الإلكترونية كذلك الأدب الإلكتروني أو الرقمي هو رهان المستقبل. وسي محمد السيتو الشغوف بالكتابة الأدبية الثقافية اللي كيمارس الصحافة الثقافية على وجه التحديد بلغته معجمه الإعلامي الصحافي كيصيغ في الكثير من الأحايين سواء في المواقع الإلكترونية أو من كان في الصحافة الورقية الكثير من المتابعات والمواكبات بهذا الحس وبهذا الخيال الثقافي الإبداعي المحض. لن أتحدث كثيرا عن روايتي على بعد ملمتر واحد فقط والتي منحتني شرف الحصول على جائزة الإبداع العربي في فرعها الأدبي، فأغلبكم قرأها وإن لم يكن فعل فهو على الأقل يعرف بعضا من تفاصيل فكرتها. تتويج رواية على بعد مليمتر واحد فقط في الحقيقة سيمنحها ثقلا آخر بعد أن اشتهرت لمدة سنوات كرواية فيسبوكية. التتويج من طرف مؤسسة كمؤسسة الفكر العربي هو قيمة مضافة تضاف لهذه الرواية وتمنحها ثقلا أكبر وشحنة إضافية لكاتبها أيضا من أجل تقديم الجديد. بالنسبة لي كشخصيا هو تتويج يعني يجعلني ويحفزني لعطاء أكبر أدبيا ويشرفني يعني أن أمنح وطني ومدينتي هذه الجائزة الأدبية المرموقة.